اوهو.com لبيع وشراء اغراض روكت ليج. تبون مستريات، تبون سيارات، تبون اي شيء متخصص في روكت ليج راح تلقونه في الموقع. لا تنسون كود الخصم VSL راح يخصم لكم 6% وكل طرق الدفع متوفره، الرابط في الديسكربشن. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. المقطع هذا راح يكون الحلقه الثانيه من سلسله، والله ما ادري اسميها سلسله ولا لا، لكن حلقه ثانيه من الباكج يحدد السيارة. الباكجات قد فتحتها من قبل، ما اقدر اقول السيارة تحدد السيارة، لا، راح اوريكم الصورة الحين. 20 سيارة، اوكي، في بعضها مكررة، لكن ال 20 سيارة راح اختار عشوائي جوجل وراح يعطيني رقم، وبعدها راح اختار السيارة يلعب فيها 5 جيام، واذا ما فزت 3 جيام راح يكون فيه جيفوي. نعم جيفوي. فخلونا نبدا بسم الله. فبسم الله الحين نختار الرقم، نحط له من 1 الى 20. اوكي، المرة اللي راح طلعنا رقم 1 اللي هو الاكتين، فنشوف الحين بسم الله. لا، رقم 1 راح نغير. بسم الله، رقم 6. السيارة طالع قدامكم على الشاشة، راح نختار رقم 6 وراح نلعب فيها 5 جيم شويات وراجع لكم بعد ما ضبط السيارة. طيب اوكي، اللي طلع معنا هذه السيارة ما تشوفون او طالع قدامكم في الصورة، فهذه السيارة اللون غريب وما اقدر تسوي زيه. لو تلاحظون اللون ولمعته، يا ساتر نلعب 5 جيم، يا رب افوز، يا رب يا رب ما يصير زي المرة اللي راحت. فهذا اللي طلع معنا للأمانة ما اقدر تسوي اي شيء. في لون قريب منه اللي هو هذا الدايموند، فاتح جدا، ولا كان بيصير لون خرافي لو صار غامق، لكن ما اقدر اغير اللون ابدا. نسوي لازم نلعب هذا اللون الساده، والله يعين. انا ما ادري هل هي السياره تقريبا هذه السياره تقريبا، والله العظيم ما ادري. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم لنفوز. بسم الله على اول جيم. الله يعين، الله يعين. الله اني خايف انهزم اقسم بالله. الله يلبلوك، وخر يا خوي، لا تزرب، لا تزرب، لا تزرب. الله الاول يا عيال، الاول. والله اني خفت اللي يطير مو خوي ويصدمني ويلا جي جي، لان الكره كانت بطيئه مره، لكن الحمد لله جاء الهدف الاول. تكفى يا خوي، القهر يا عمري. والله تبوي، والله يا عمري الحطه. اربع دقايق على خير يا ربي. لا تخش، لا تخش، لا تخش، لا تخش يا خوي، تكفى، ما بقل اقل من دقيقه. انا ليش وقفت يا الله، ليش وقفت هنا؟ وقفت لحظه، قلت بشوت في ذي الزاويه بس نقش. قولك تكفى. اوي وش تصدى انت بدون قصد؟ كيف قولك؟ لا 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 لا، كيف قولك؟ تكفى. لا اول جيم، اول جيم راح هباء منثورا، والله اني هذا اللي خايف منه. ايه نروح الجيم الثاني يا شباب، جرب. لم تزبطوا معنا، تكفى. اوه لك العافية على الصد، والله يا ساتر يا ساتر يا خوي، تكفى. شيت على المرمى، شيت على المرمى. ما علي ما علي، نمشي نمشي نمشي. نايس، والله بقست لي بس مو مشكلة. ما معي بوس. يوه يا ساتر يا عيني يا خوي، تكفى تكفى. هدف تكفى يا خوي، شوت. ايوه هدفك. يوه والله ما توقعت بسجلها في مرمى ذا. اوه خوينا اللي جابه، على بالي انه سجل في مرماه. يقطع اول جول. اخ جاه بلوك كليم، جاه بلوك كليم، ما اقدر اسوي شيء. جاه بلوك كليم خويك، قاعد تفرج. جي 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 جي، شفتوا كيف؟ خوينا اللي قبل شوي كان جاي العيد مره، اوكي؟ جاء الجيم اللي بعده صار ضدي وفزت عليه بفورفيت بعد. جي جي والله، جي جي. يلا نروح الجيم الثالث باذن الله انه يكون جيم فوز. يا رب يا كريم، يا رب يا خوي. اوف يا البنج، ليش بنجي كذا؟
انزل. الله قريتها قرايه، قريتها قرايه يا ساتر. شوف الله من الله وقت نايس شوت. الله الله خدعت الجميع. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. تكفى يا خوي طق اي شيء معك بوست. اوكي انا بوست مسكين. ناس في خوي بس لازم اطقها. يلا عرضه. تكفى يا خوي. الله عليك سجلها ضدنا. ايش السالفه؟ وش السالفه؟ عرفت؟ والله غريبه يا ساتر. سكوري 500 خوينا 40 بس. الحمد لله صار. الحمد لله طارت بعيد. الحمد لله. لا قوي تكفى. طمر سبون حق الخايس بعد. ايش فيه خوينا صدع. والله ذا الجيم انا مبدع فيه بس يا رب انه تكمل يا رب. روكيت ما تضمنها ابدا مهما كنت تعس في الجيم مسوي اشياء يعني وزي كذا. هي تقول انا ضامن الجيم بفوز. تكفى شوت خوي. والله يا خوي بطيء جدا بطيء. الله يسعده. يعني شوفوا هذه الكرة كلها كانت في الجهة اليسار. ما فكر يرجع المرمى يا اخي. ارجع تكفى. اثنين علي. لا والله لازم ارجع انا. يا الله يا الله الجيم اقسم بالله صعب. باذن الله هذا هدف. تكفى. هي راح البيت. كويس كويس. جي 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 جي. يا الله يا الله يا عيال وش الجيم. كلها هنا كلها هنا. لاست جيم. الله يستر. اعطيتك اسيست انا اسف. اول هدف اخيرا. اول هدف اخيرا يا ساتر. يا ساتر الهدف. يا ساتر الهدف جاء جامد. ووب. يا رب افهمها. الله ما افهمها. الله يسعده. يو يو يو. شوف الاسس بس. تعلموا الاسستات. الله جاب ام العيد اللي ضدنا. الحمد لله الحمد لله يا رب. وات نايس جي جي. الحمد لله فزنا في التحدي. ما في دفع ما في شيء. وراح العب جيمين ثلاثه حق التسليه بس. ما راح تتصور مقطع الا اذا جبت لقطه كويسه. بصور لكن ما راح انزل لقطات الا اذا كانت لقطه كويسه هدف كويس. بحاول اجيب لقطات كويسه. فخمسه جيم فزنا ثلاثه دان. ما في قبوي للاسف. يعطيكم العافيه مشاهده. واذا جبت اهداف كويسه راح تشوفونها في بدايه المقطع. اتكسروا من الدعم ها.